في العديد من الأندية الأوروبية في صورة إسبانيول برشلونة الإسباني وبعض الأندية البرتغالية. تقارير إعلامية فاجأت الجميع بخبر اقتراب مدافع المنتخب الوطني رفيق حليش من التوقيع في نادي قطر القطري. واستنادا إلى توفر فإن خريج مدرسة النصرية من المرتقب أن يحول يوم الأحد بقطر لإجراء الفحص الطبي بمركز أسبيطار قبل تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام وللإعلان عن ضم اللاعب رسميا في مؤتمر صحفي سيتم تحديد موعده لاحقا. وللإشارة فإن حليش ظهر بمستويات طيبة للغاية في نهائية مونديال البرازيل وأصبح قائدا وصخرة الدفاع المنتخب الوطني.